كلنا ودنا وخاطرنا أن نوصل لبشرة صافية وناعمة وفيها لمعة، عشان كذا نبحث ونجرب منتجات كثير سواء كانت كريمات أو خلطات منزلية. اليوم رح نتكلم عن ماء الورد، واللي كثير من البنات يعتبرونه ممكن شيء سحري أو مكون سحري وأساسي في روتين العناية ببشرتهم، بس وش هي فوائده على البشرة؟ وبنتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة نجلة الدوسري، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا وسهلا فيك دكتورة نجلة. وعليكم السلام. وعليكم، انا حبيت انه هيك مطقمين يعني زيتي. ها يخليك رب دعوتكم يا حبيبتي. دكتوره نجلة، لما نتكلم عن مويه الورد، يعني في ناس مع مويه الورد، وانا من الناس اللي انا ماني مع مويه الورد لانها تسبب لي حساسيه، بس هل هي فعليا تعطي لمعه للبشره وتعطي رونق وتعطي الصفاء والكلام اللي احنا قاعدين نسمعه في التواصل الاجتماعي؟ شوفي، احنا الاطباء دائما نحب نتكلم بالكلام المبني على ابحاث واسس علميه. اوكي، نعم، في دراسات مو كثيره تتكلم عن ماء الورد انه يساعد في التجاعيد اللي تحدث في بشرتنا من اشعه الشمس والالتهابات اللي تحدث من بشرتنا في اشعه الشمس. الدراسات مش كثيره، يعني الدراسات محدوده، لكن فعلا اثبتت انه ممكن يساعد. الدراسات كانت يا اما مختبريه على الحيوانات او على عدد قليل من في الانسان. لكن المشكله، الانسان علشان يستفيد من ماء الورد موضعيا في شيئين مهمين، لازم نحط كميات كبيره على جلدنا عشان نقدر نستفيد منها، لان ما يخترق جلدنا فلازم يتحول الى جل اللي يسمونها تقنيه النانو عشان يمتصه جلدنا. لكن لا ننسى زي ما انت قلتي ان ماء الورد ماده عطريه، فما تناسب كل الناس، لان كثير من الناس اذا جاء على جلدهم ماده عطريه ممكن يسبب لهم تهيج واحمرار وحكه. لذلك ماء الورد ما يناسب مثلا اصحاب الاكزيما، اصحاب الورديه، الناس اللي عندهم جفاف. والاحظ كثير برضو في الصالونات لما يخلصون في الصالونات بعد إزالة الشعر، سواء بالشمع سواء بالفتلة سواء بالشفرة، يحطون لهم ماء ورد، لكن وقتها الجلد يكون متهيج، وفي ناس يريحهم لكن كثير من الناس يسبب لهم تهيج وحساسية تلامسية أو حساسية تهيجية. طيب خلينا كده بشكل عام نتكلم عن وفق طبعا الدراسات، إيش هي المواد الطبيعية اللي ممكن إنها تسبب حساسية بالإضافة إلى ماء الورد بحكم إنه هي مادة عطرية؟ أول شيء خلينا نتكلم عن المواد الطبيعية. الآن تعريف المواد الطبيعية صار صعب. أوكي، هل أنا أقصد أني أخذت العشبة وسويت أخذت من زيتها وحطيتها تماما على مباشرة على بشرتي؟ هل أنا أخذت المادة الأساسية حطيت فيها مادة حافظة ومادة تحميها من البكتيريا وحطيتها في جل أو حامل كريم عشان أقدر أحطها على جلدي؟ فنشوف الناس يتكلمون يحبون الأشياء الطبيعية، لكن ما المقصود بالأشياء الطبيعية؟ إذا جيت أقول لك مثلا أنا كيف أحافظ على بشرتي بشيء 100% من الطبيعة، ترى ما في. بشرتنا كلنا يوميا مثلا تحتاج واقي شمس. أوكي، ما في واقي شمس نقول 100% طبيعي، يعني استخلصت الزيت مباشرة وحطيته على جلدي مثل ماء جوز أو زيت جوز الهند. وزيت جوز الهند مشكلته أن عامل الوقاية فيه فقط 5، لكن كل الجمعيات لطب وأمراض الجلد تقول أن واقي الشمس اللي راح يحمي بشرتنا من السرطان الجلد بعيد عنكم، من التجاعيد، من الشيخوخة المبكرة للجلد، هو واقي شمس يكون عامل الحماية فيه 30. فإذا جيت أقول هل فيه منتج طبيعي أقدر أحمي نفسي فيه من الشمس؟ لا الملابس ولا أي شيء موجود الآن ممكن يساعد يحميني 100% من الشمس بالحماية المطلوبة. طيب دكتورة، طبعاً إحنا بشرتنا كنساء تختلف عن الرجال. صحيح. طب هل العناية كمان تختلف؟ يعني شوفي، احنا البشرات تتصنف مش على مرأة او رجل بشكل عام، البشرات تتصنف دهنية جافة او مختلطة، وعلى جنب نحط حساسة. الرجال والنساء كلهم نفس الشيء. وبعدين برضو البشرة تتصنف مهم جدا على لونها، من شديدة البياض الى شديدة الاسمرار. لازم نحط في بالنا ان الناس شديدي بياض البشرة هم معرضين للشيخوخة المبكرة أسرع، ومعرضين لسرطان الجلد
أسرع. ليه؟ لأن بشرتهم ما فيها صبغة تحمينا. لكن إذا جيتي على بشرتنا إحنا الشرق أوسطيين المائلة للحنطيات، تقريبا شيخوخة جلدنا تكون أبعد، لأن عندنا صبغة تحمي جلدنا. فعشان كذا لما تشوفين سيدة ثلاثينية بيضاء البشرة مع واحدة مثلا ثلاثينية نفس لون بشرتي، بتشوفين أنه بتعطين البيضة جدا أكثر، وخصوصا أنه الأوروبيين والأجانب يحبون برضو يتشمسون، وهذا يخلي بشرتهم أكثر معرضة للشيخوخة المبكرة. شاهد، واحدة من أكثر الأمور شيوعا حب الشباب اللي تصيب الشباب والبنات على حد سواء. لما نتكلم على الخلطات الطبيعية وماء الورد، بما أنه هو يعني محور حديثنا في هذه الفقرة، مدى تأثيره؟ هل ممكن بعض الماسكات اللي تصير في البيت أنها تهدي أو تبرد حب الشباب، أو أنه ممكن تزيد من مشكلتها وتزيد من تفاقمها؟ شوفي، ماء الورد هل له دور في حب الشباب؟ ليس له دور صراحة في حب الشباب. قد يساعد في التهيج المصاحب لحب الشباب، لكنه هو ليس علاج لحب الشباب. هل فيه منتجات طبيعية؟ لأن في ناس يقولون أنا ما أبغى أحط مواد كيميائية في وجهي. لازم نعرف أن كثير من الأشياء اللي في العلاجات الطبية اللي الآن موجودة في السوق هي أصلاً منتجات أو مستخلصات نباتية. معظم منتجات التبييض الطبية اللي نصرفها لمراجعينا معظمها مستخلصة من النباتات. لكن زي ما قلت قبل، أنه لما أنا أستخلص الشيء من مكانه الطبيعي يمكن يكون ملوث بالبكتيريا، مثلا المرة، الناس تحب المرة كمضاد للالتهاب والحب الشباب، لكن هل أنا استخلصت نظيف وحطيته على بشرتي المتهيجة أو بشرة مراهقة فيها حبوب وجروح في وجهها، ولا خليته بيئة لنمو شيء آخر؟ فدائما ننصح أنه الناس تراجع الطبيب، عشان وأنه ليس كل مركب كيميائي هو مصدره 100% كيميائي، فكل النباتية والحيوانية والبكتيريا كلها هذه تسمى مصادر طبيعية نسوى عليها دراسات ونعرف أمانها. لكن الحين كثير شفنا في السوشيال ميديا خلطات، الناس تحسنت بعد أسبوعين ثلاثة صارت مشاكل، هشاشة عظام، ترقق في الجلد. ليه؟ لأن فيها كورتيزون. ترقق الجلد هذا مصيبة، لأنه ما له علاج في الآخر. يعني صحيح. أنا أذكر من الناس اللي من ضمن روتيني كنت أستخدم كريم فيه له كورتيزون، للأسف إلى الآن وأنا أعاني من ترقق في الجلد والشعيرات الدموية واضحة وظاهرة عندي. صحيح، لأن معظم المعالجين الشعبيين لازم ننتبه منهم، هل هذه الخلطة مصدقة من هيئة الدواء والغذاء السعودية ولا لا؟ معظمهم يقولون هذه خلطتنا سرية، ما نقدر نعلمكم إيش اللي فيها. والكورتيزون زي ما قلت لك غدار، أول أسبوعين ثلاثة يعطيك إحساس جميل، لكن بعدين يصير ترقق الجلد أو البشرة، حتى تصير ممكن مدمنة عليه، إنه الواحد ما يقدر يوقفه بسهولة. فبس النصيحة اللي أبي أوجهها إنه ننتبه من الخلطات، إنه إذا رح نشتري، إذا إحنا نرغب في شيء طبيعي أو يزعم من يقدمها لها أنه طبيعي، أنه يكون مصدق من هيئة الدواء والغذاء السعودية، عشان نضمن الأمان ونضمن أنه أصلاً فعال وفلوسنا حطيناها في شيء مفيد. أكيد. صحيح. دكتورة، في بعض المنتجات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها وتسبب آثار جانبية شنيعة، على سبيل المثال لا حصر الزنجبيل. صحيح. ممكن يسبب بعض الأحيان حروق، خاصة طايحين فيها البنات الفترة هذه، إنه في الأنف يصغر الخشم. صحيح. فأنت إيش رأيك؟ فعلًا، شوفي مثلًا الزنجبيل حارق جدًا للجلد، خصوصًا الناس إذا بشروه واستخدموه على طول مباشرة على الجلد. تشوفين مثلًا الثوم يستخدمونه الحلاقين للثعلبة. إحنا ما ننكر أن الثوم يفيد في الثعلبة لأنه يهيج الجلد، وأي شيء يهيج الجلد ممكن أنه يحسن الثعلبة، لأنه الدورة الدموية يطرد كريات الدم البيضاء اللي تفرز هذه الأجسام المضادة اللي تطيح الشعر. لكن الثوم هو منتج طبيعي لكنه حارق شديد للجلد، أكثر حتى من الزنجبيل. واللي حزن أنك حتى تشوفين الحلاقين يجرح الوجه بالشفرة بالموس وبعدين يحط فوقه الثوم، واللي يصير أنه يترك تصبغات. للأسف هذه التصبغات ما تروح من حروق الثوم. طيب، يعني بحكم أنه اليوم مشرفتنا دكتورة نجلة، أكيد نبغى خلطة سحرية سرية تحافظ على رونق البشرة دائما وأبدا، سواء كانت طبيعية ولا كانت في العيادة. يعني شوفي، نصيحتي لكم، لكل شخص يبغى يحافظ على بشرته في المنزل، أوكي، خلينا نقول بدون زيارة الطبيب، كلنا نحتاج واقي شمس، لأن واقي الشمس يحمي الكولاجين اللي نفقده بعد 30 من جلدنا، والكولاجين والإلاستين مهمين لرفع جلدنا أو شد بشرتنا.
فواقي الشمس راح يحمينا ان احنا نفقد هذا الكولاجين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اي شيء من مشتقات فيتامين الف الموضعيه، سواء الريتينول او المركب الاقوى اللي هو التريتينوين، لان مشتقات فيتامين الف الموضعيه هي اكثر واقوى شيء ممكن نقدمه لبشرتنا في تحفيز الكولاجين. لان احنا لما نفقد الكولاجين ما نقدر نعوضه بشرب مثلا مشروبات الكولاجين، لان نسبه امتصاصه قليله جدا. لكن ما في طريقه، ولا نقدر نحط كريم على بشرتنا لانه مركب كبير ما يخترق الجلد، ولكن نقدر ان احنا نحميه ان نفقده بواقي الشمس، ونخلي جسمنا انه يصنع باحد مشتقات فيتامين الف، وايضا فيتامين سي موضعيا كروتيننا. لكن الفيتامين سي مش مثل اهميه احد مشتقات فيتامين الف. ففي المنزل نحتاج واقي الشمس، فيتامين سي، احد مشتقات فيتامين الف موضعيا ومرطب بناء على نوع بشرتنا. طبعا انت قلتي كذا المختصر للبشره تكون نظره وجميله اللي اصلا ما فيها مشاكل او ما فيها عيوب، لانه بعض البشرات مثلا اللي عندهم حب شباب ممكن تلهبها لهم، ممكن تطلعها لهم بزياده. بس خليني اسالك دكتوره، يعني الان في السوشيال ميديا في براند معين طايحين فيه بالوان كثيره، منها المقشر، منها الهيرونيك اسيد، منها السلسليك، اشياء كثيره طالعين. لاحظت كثير من البنات اللي حالي يقولون اذا استخدمنا الهيرونيك اسيد تطلع له محبوب. لما قريت عنه وتعمقت فيه نوعا ما شوي، لقيت انه يقولون عنه انه نفس الجزيئات حقته ثقيله، بسبب ذلك هي تسبب الحبوب، لانه اصلا الجلد ما يمتصها ولا منه فايده. فانت ايش رايك؟ يعني شوفي، في ماركات كثير في السوق. ايش اهميه الهيلورونيك اسيد؟ هو مرطب للبشره، مش قوي مثل الاشياء اللي ذكرناها، لكن كثير بنات يحبونه في روتينهم عشان يعطيهم اللمعه الكوريه هذه اللي الكل يبحث عنها. يعني شوفي، احنا ما نبي نتكلم عن ماركه معينه، لكن فعلا ما في بشره مشابهه للبشره الاخرى. كل شخص اول شيء لازم يصنف بشرته، هل انا دهنيه جافه او مختلطه، وبعدين يختار منتجاته بناء على هذا، على نوع بشرته. فاختار واقي شمس للبشره الدهنيه، اختار مرطب للبشره الدهنيه، اختار فيتامين سي للبشره الدهنيه. اما مشتقات فيتامين الف فكلها بدون استثناء تقريبا تهيج البشره لجميع، خصوصا الناس اللي بشرتهم حساسه او جافه. عشان كذا دائما انا لما اكتب عنه في السوشيال ميديا دائما اقول باشراف طبيب جلديه، لان لازم ندرب جلدنا عليه او نعوده. اي حمض، سواء سلسليك اسيد اللي تكلمتي عنه او جلايكوليك او مشتقات فيتامين الف، لازم ندرب جلدنا عليها، نبتديها تدريجيا، مره في الاسبوع شفنا الوضع اوكي، مرتين في الاسبوع، 10 دقائق في المره هاي. يعني في ناس مثلا نقول غسلوها بعد ساعتين، ونزيد نزيد، بعدين اصلا بشرتنا مع الوقت تبتدي تتعود. في تهيج وفي حساسية. الحساسية خلاص انه انا جسمي وبشرتي لا يتحمل هذا المنتج ابدا، ولازم ابتعد عنه تماما وابحث لي عن بديل. اكيد طبعا. يعني نشكر تواجدك اليوم معنا دكتوره نجله، وحقيقه يعني يمكن في كثير من الاشخاص يستسهلوا موضوع المنتجات الطبيعيه او اللي ممكن يستعملوها بالمنزل، وما يتوقع انه في بعض الاحيان ممكن يكون سايد افكت او يكون اثرها سلبي. صحيح. اكثر من فائدتها. شكرا لوجودك اليوم معنا، نورتينا. شكرا لكم، شكرا، تشرفت فيكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعده نرجع نكمل. يعطيك العافيه.